السلام عليكم. إعلام إيراني: إيران والسعودية والإمارات وعمان بصدد تشكيل قوة بحرية مشتركة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. نقل موقع إيران بريس عن وسائل إعلام قطرية قولها إن إيران والسعودية والإمارات وسلطنة عمان ستشكل قوة بحرية مشتركة لضمان أمن الخليج. وحسب المعلومات فإن المشاورات بين إيران والسعودية والإمارات وعمان بدأت بالتنسيق مع الصين وبهدف ضمان سلامة الملاحة في الخليج. وقال موقع إيران بريس: في منطقة الخليج تنتج ما يقرب من ثلث النفط في العالم، وتحتوي على أكثر من نصف احتياطات النفط الخام في العالم، بالإضافة إلى جزء كبير من احتياطات الغاز الطبيعي في العالم. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإماراتيين يشعرون بالإحباط بسبب عدم وجود رد أمريكي على الاستيلاء الإيراني لناقلة نفط في 27 أبريل من 3 مايو الماضي. وردت وزارة الخارجية الإماراتية على ذلك مؤكدة رفضها للتوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع الولايات المتحدة بشأن الأمن البحري. وقالت الوزارة في بيان لها إن دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسيلة لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين، ونتيجة لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة. في الأخير، إذا كنت من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.